إياكم ومعاداة المنشدين المخلصين. إياكم، كل إنسان خطأ، وخير الخطائين التوابون. أنا أستغرب من البعض الذين يدعون العلم ويدعون الزهد ويدعون بأنهم كانوا أئمة جمعة. يقول الحديث: من تتبع عثرات أخيه المؤمن تتبع الله عثراته. أنت إذا ما سامح، وإذا ما تعفو، وإذا ما تكون مرآة لأخيك المؤمن وتنصحه بما أنه أنتم نفس الخط، مو تنشر عليه على العام. هذا مو صحيح. اللي يسوي هيك لا يقول أنا صدري، لا، دير بالك تقول صدري، الصدري ما يسوي هيك. إذا تحس أنت كصدري أنا عندي خطأ، مو تنشر على العام. وما كثر الأعداء هجمتوا على شيخ محمد العبودي، واليوم ما شاء الله هجمتوا على سيد بها. ليش؟ شنو سوى سيد بها؟ صح خطأ الرجل واعتذر، والحاج صالح نزل بي يعني ما مضمونه، تقبل الاعتذار، والاعتذار من شيم الرجال. مو هاي انت زين، انتم ليش ما تحجون على الناس اللي كانوا؟ طبعا احنا كنا مجموعة منشدين في ايران تقريبا بما يقارب 45 منشد بما فيهم شعراء ومنشدين. السيد حسالح حشاقر حلوة، انا قاعد بصفة مسافة، قال: يأكلون بتمري ويحصون امري. وكثير من الاخوة المنشدين يذكرون هاي المقالات اللي السيد اتحفنا بيها في ايران. مرتنا سفرة هناك التقينا ويا السيد. ولكن اليوم انت بدل ما تنتقد الناس المخلصين، الناس اللي لهم باع طويل في الانشاد وفي نصرة الحق واهل الحق من قصائد ثورية واناشيد حماسية، يعني بشغلة بسيطة تضيعون تاريخ هذا الرجل؟ لا، نانا نقول لكم اوقف، هذا النشر مالكم مو صحيح. ليش ما تنشرون على الناس اللي سووا لهم سيف امير المؤمنين، وراحوا لاحد الذيولة وطلقوا له: انت سيف الله المسلول. تذكرون هاي الحادثة مجموعة الروادي لو غيرها لو المطرودين؟ وتعال ثاني شيء، ممكن تعرفون شنو الآلات الموسيقية؟ دعونا عن سيد بها، الرجل اعتذر وأقر بخطأ. شنو الآلات الموسيقية اللي جنابكم تقولون عليها كلها تشتغل موسيقى؟ عدد لك ياهم؟ ماشي، كل التكاني باس من كربلاء يشتغل آلات موسيقية، مو صفقات، لا مو صفقات، الأكراف يشتغل آلات موسيقية، أحطان البديري يشتغل آلات موسيقية، يا كل منشدين العالم حاليا، مو جيل حمزة، لا مو جيل حمزة، هذا الجيل راح، انتهت قضيته، ما كانت اكو تطور وكذا في الآلات والأجهزة، لا هسه الآن كجيل باسم ونازلا كلها تشتغل على الآلات الموسيقية، كلها تشتغل على الآلات الموسيقية. هناك مراجع تجوز الآلات الموسيقية، وهناك مراجع لا تجوز، وهناك آلات طبول الحرب الشارع المقدس يجيز لك ذلك. آلات الحرب، مو بدل ما أشيل هذه الهجمة على المنشدين المخلصين، لا، كن له ناصحا وليس مسقطا، كن له ناصحا وليس مسقطا. قلت البارحة: الصدريين ليس من شيمه وليس من عادته أن يسقط وأن ينافق. تدعي بأنك صدري في العلن وأنت يزيد بن معاوية في الخفاء، تدعي بأنك مقاوم وأنت في داخلك شيطان، تدعي بأنك مجاهد وأنت في داخلك مدسوس، تريد أن تبعثر
أو تريد أن تشق الصف الصدري المبارك بهذه أفعالكم. الإنسان ليس بمعصوم، كل إنسان خطأ، وخير الخطائين التوابين، ورحم الله من عرف قدر نفسه. واني الله الله بالنشر إياكم والتسقيط، ترى في بعض الأحيان أكون شديد، يعني انشقوا بسبب تصرفات البعض من الجمهور التيار الصدري مع شديد الأسف. وهذا ليس كلام عادل الساعد، لا، بل كلام الناس اللي نعرفهم واللي نثق بهم بدينهم وتمسكهم بسماحة السيد القائد مقتدى الصدري. يقول بسبب البعض من الجمهور المشيدين والمخلصين يهربون من أفعالكم. ليك عزين تعوف الطفقة، لا تنشر سواء صفقة وكذا فرحة وقرش، يا ويانا يقرأ الصفقات، كل أناشيدنا صفقات، كل أناشيدنا حماسية، كل أناشيدنا بيها هوات مو، ولكن أنت شلون؟ وأعينوني الإمام الصادق سلام الله عليه، لو وددت أن الصياد تقع على رؤوس أصحابي حتى يتفقهون في الدين. أنت يتنشر هذا، أسألك كم سؤال هنا أخلي حلقك، ما تعرف تجاوب، بس مجرد طفقة جيبه ألسق هذا وخليه على العام، ما يصير، مو صحيح نشركم، كله مو صحيح، مو كل نشركم مو صحيح بما يخص الأخوة المخلصين، بما يخص المشهدين المخلصين، القلة بقوا القلائل من المخلصين. لا تخلون بسبب أفعالكم العالم تهرب تشرد من عندكم وتقول ها اي والله ليش شرد هذا، لا شرد من وراك انت يا الطفقة يا الفقر، شرد من وراك انت. الله الله بالنشر، وخليك على قدر المسؤولية. السيد اثنين يتكبر منهم، المتكبر والثانية هو غبي. احنا ما نكون اغبياء، نكون اذكياء ونكون اكياس، كيس كون ذكي، لا واحد ينشر رأيه، لا سيد بها انسان مثقف راقي ومش صدري مو، ولكن سبحان الله الانسان متعرض، متعرض الى البلاء ومتعرض الى الاختبار، وكثير من الاخر يا ما ناس تعرضت الى البلاءات، يا ما ناس تعرضت الى البلاءات مو. انا واحد من العالم، يعني يمكن هاي المعلومة اول مرة تدرون بي، اللي شاهدنا اول مرة تدرون، انا تجمدت 6 أشهر من سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، بس الحمد لله ما نزل بي الرياض، رحت استقبلونا بكل رحابة الصدر، صارت عنده هفوة مو هفوة، نزلوا علي وقدمت اعتذار وسويت تعهد. سمعت السيد قال لي، مو قال لي يعني، وصل بعض السادة يعني اخذ راحتك 6 أشهر، لا اعلام لا اناشيد، ما بيها شيء اخوان، هذا هو خطمة، مو هذا الهفوة، الهفوات يعني كل انسان يمر بهذه الهفوات وبهذه الاخطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول وقبول اعمالنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على نهج آل الصدر بحق محمد وآل محمد، على كيفكم بالنشر ويا المخلصين ويا المنشدين، وكذلك الشيخ محمد العبودي من الثقات ومن المقربين. شكرا لكم جميعا.